قضية طلعت الحلبوسي والآن مواطن عادي، هي مو فرصة تاريخية للسيد السوداني أن يتحرك وفق الدستور والقانون وصلاحياته؟ كثير ملفات على الحلبوسي يتحرك بها. هو أنا حسب ليش حتى زاره، ومن زاره كتب زيارة رئيس الوزراء إلى رئيس البرلمان. بغض النظر عن تقييمنا لهذه، أنا شخصيا شلون أنت محكمة اتحادية أقيمها بالشكل التالي. اولا الحلبوسي او وزراء الحلبوسي اعلنوا عن نيتهم للاستقاله، وهو كرئيس مجلس الوزراء قطعا من مصلحته ان ما يستقيل وزير من وزراء. اثنين، هو يريد يجنب نفسه انه هو طرف في هذا الصراع، هذه قضيه قضائيه، ولذلك يتعامل بشكل طبيعي مع شخصيه سياسيه. نعم المكتب الاعلامي ربما اخطا في هذه العباره، لكن هل الزياره صحيحه لو غلط؟ انا اعتقد صحيحه بالتقييم السياسي. ليش؟ لأن يريد يوصل رسالة أن أنا لست طرفا في هذه المعادلة، هي معادلة سياسية أو معادلة قضائية، لا ليست معادلة سياسية، تبقى أنت شريك سياسي بغض النظر عن حكم القضاء فيما يتعلق بذلك. إذا أجى حكم آخر للقضاء سيتعامل معه رئيس وزراء، يعني الحكومة مسؤوليتها تنفيذية. الآن لو صدر أمر باستخدام الحلبوسي للنزاهة أو استخدام الحلبوسي للقضاء أو إصدار أمر قبض، مسؤولية الحكومة أن تنفذ، مسؤولية وزارة الداخلية أن تنفذ، وهذا رئيس الوزراء سواء كان راغب مو راغب مسؤوليته أن ينفذ. صحيح. ولذلك بتقديري أن المسألة كل ما بقت في إطارها القضائي، لأنه حتى لا تتم توظيفها أو الاستفادة من عندها على أنها جزء من عملية صراع طائفي أو صراع سياسي أو ما إلى ذلك، كل ما بقت فيما يتعلق بالبعد السياسي، كل ما بقت القضايا في إطارها القضائي، كل ما أفضل للقضاء وأفضل للحكومة وأفضل للقوى السياسية. وبالنتيجة إذا القضاء الآن الدعاء العام أو حتى مواطنين أو حتى ليث أو ليث أو قوى سنية أو شخصيات قدموا دعاوي وقدروا يحصلون أوامر قبض وثبتوا فساد أو ثبتوا مخالفات أو ثبتوا جرائم أو ثبتوا خروقات، مسؤولية القضاء أن يبت، ومسؤولية أيضا الحكومة أن تنفذ. يبقى أكو لو ماكو، هذا بعد مو شغلتي ولا شغلتك، هاي شغلة القضاء. جميل. الفترة وأنا مطلع مثلا بعضهم، مثلا بعض النواب خاطب مثلا المفوضية أنهم يا بأنتو وفق القانون طلع هذا ما يصير بعد يصير رئيس حزب، وما يصير يصير رئيس قائمة سياسية، وما يصير يرشح للانتخابات، فكونوا تعلمون عن ذلك، وعلى تقدم أن يختارون رئيس لحزبهم جديد وفق القانون. صحيح. وإلا المفوضية قد تجمد مشاركة تقدم في الانتخابات إذا ما حسموا هذا بسبب زعيمهم أثبت عليهم مزور. فلازم شي يصير، لأن تدري نفس الشروط اللي تنطبق على عضو البرلمان هي تنطبق على قادة الأحزاب، يعني لازم يكون ملف خالي من الجريمة، من الجرائم المخلة بالشرف أو الجنح أو ما إلى ذلك. فبالنتيجة هذا الموضوع إذا تفعل داخل المفوضية، وأنا مطلع أن بعض النواب تحركوا بهذا الاتجاه على المفوضية، فقد المفوضية تتخذ قرار، مجلس المفوضين الطالب حزب تقدم أنه يا به حزبكم ينبغي أن يختار رئيس جديد أمين عام، وهذه لازم قضية سريعة تصير. صحيح. لأنه أمام قرار محكمة اتحادية، والمشكلة أنه ولا جهة في العراق لها رأي بعد رأي المحكمة الاتحادية. أي صح. فكلهم يكون يروحون ينفذون القرار وما يرتبط بالقرار. جميل.